المحكمة الدستورية. يرشح بالرعاية السامية والكريمة لحامي الدستور وضامنه السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، ومن تنظيم المحكمة الدستورية يومي 5 و 6 ديسمبر 2022 بقصر الأمم بنادي صنوبر الجزائر العاصمة. سعى السيد الرئيس إلى وضع لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثلما تعهد به في التزاماته 54. سعى إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات في لحظة فارقة في تاريخ الجزائر باستحداث المحكمة الدستورية التي أفرد لها دستور 2020 فصلاً مستقلاً، مما يؤكد حرص السيد الرئيس على إعطاء هذه المؤسسة الدستورية المكانة التي تستحق ضمن المؤسسات الدستورية ودورها الرائد والمتنوع في حماية الحقوق والحريات الأساسية وبناء دولة الحق والقانون. بناء الجزائر الجديدة متواصل بكل عزم يقودها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي قاد مسار الإصلاحات وانتصر للجزائر الجديدة، وعد فأوفى. نفتتح محفلنا الاحتفالي بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية بكلمة السيد رئيس الجمهورية يلقيها نيابة عنه السيد بعلام بعلام مستشار السيد الرئيس المكلف بالشؤون القانونية والقضائية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، كلمة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السيد ممثل السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد الوزير الأول، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية، أصحاب المعالي رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، رؤساء الفضائيات الدولية والإقليمية للعدالة الدستورية، رؤساء الوفود الأجنبية، ضيوف المحكمة الدستورية والجزائر الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول السيد رئيس الجمهورية منذ 3 سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 وشحت في هذا المبنى بالذات أعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسمياً منتخباً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي، ذلك أنني أدرك تمام الإدراك طموحاته لعدالة حقه وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب تتبوأ مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب بمقدراتها البشرية والمادية وتتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخنا المجيد. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إنه لمن بواعث الاعتزاز والارتياح أن أتوجه إليكم من منبر هذا الملتقى الدولي المنظم احتفاءً بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، وهي المؤسسة المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الذي التزمت به والذي باركه شعبنا الأبي
بارك شعبنا الأبي غرة نوفمبر من سنة 2020، والذي جسدنا من خلاله أسمى التزاماتنا والأساس الذي يقوم عليه التغيير المنشود. لقد حرصنا من خلال هذه المراجعة العميقة للدستور لأسمى قانون في بلادنا على ترسيخ دولة حق والقانون وإثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها، كما أولينا بالغ الأهمية لتحسين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، وذلك من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف. إن بلادنا مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى. ومن بين تأثيرات تلك التطورات ما مس السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها لم تنتقص يوما من القيم السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها والمتمثلة في قيم العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة المتزايدة للشعوب. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لقد جاء الدستور ليجعل من المحكمة الدستورية حصناً منيعاً للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه، وبفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار تمكنت بلادنا من العودة للساحة الدولية ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجماعي ورصيدها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة. يضيف السيد الرئيس، ولقد بادرنا بمساع جمة وانضممنا إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها حماية حقوق الإنسان بمختلف أجيالها وبغض النظر عن الانتماءات العرقية والدينية والمشارب السياسية والثقافية، ملتزمين دائماً بمبادئ دستورنا. ولعل آخر ما تحقق لنا لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته، وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة التي احضرتها بلادنا وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها الأولى تحقيق رفاه الشعوب العربية. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، تجتمعون اليوم في هذا الملتقى الدولي الذي أتوسم فيه أكثر من تخليد لذكرى تأسيس المحكمة الدستورية بأن يتعدى ذلك ليكون فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في صون سمو الدستور وتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه المكفولة له دستورياً أمام جهة القضاء الدستوري. كما آمل أن تشكل هذه الفرصة سانحة حقيقة للتأسيس لعلاقة تبادل وتعادل وتعاون مؤطرة ومستدامة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة بما فيه خير شعوبنا جميعاً. السيدات
الفضليات السادة الأفاضل. أخيرا أغتنم هذه السانحة لأحيي السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها على ما أنجزوه خلال سنة واحدة من العمل الحثيث والجاد، إذ سمحت جهودهم هذه بإعطاء المحكمة الدستورية الموقع الذي تنخيناه لها لدى تأسيسها في مجال القضاء الدستوري وإرساء دولة القانون وترسيخ القيم الدستورية، وهي قيم لصيقة بمبادئ دولتنا الحديثة منذ تأسيسها على يد الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري، والضاربة بجذورها في حضارتنا الإسلامية والمستوحاة من دستور نبينا الكريم الذي سنه بعد هجرته إلى المدينة، قيم تروج للحرية والعدل والعدالة والتعايش وقبول الاختلاف. متمين لكم تمام النجاح في أعمال ملتقاكم هذا، ومرحباً بالضيوف الكرام الأجانب في الجزائر، وعلى أمل اللقاء بكم في مناسبة أخرى. دمتم بخير، تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا للسيد مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد بوعلام بوعلام. رفعت الجزائر سقف الأمال والطموح عاليا باستكمال بناء مسار بناء المؤسسات، وهي في الحقيقة ترجمة لسلسلة من الإصلاحات السياسية التي باشرها السيد رئيس الجمهورية. المحكمة الدستورية هذه المؤسسة المستقلة التي مهمتها الحفاظ على الدستور تعريف يحمل العديد من الأبعاد والمعطيات، أبرزها أهمية هذه المؤسسة الدستورية وإلزامية القرارات التي تصدر عنها. التأسيس، المهام والأهداف التي أنشئت من أجلها تترجم أيضاً المكاسب التي تحققت في ظل الجزائر الجديدة. فيما يلي كلمة السيد رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس، السيد الوزير الأول، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية، أصحاب المعالي رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، ورؤساء الفضاءات الدولية والإقليمية للعدالة الدستورية، ورؤساء الوفود الأجنبية، ضيوف المحكمة الدستورية والجزائر الكرام. الحضور الكريم، السلام عليكم ومرحبا بكم في ملتقانا هذا. أيها السيدات وأيها السادة، منذ 3 سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 انتخبت السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على كل حال، وكان لنا شرف أن أصبح السيد رئيس الجمهورية يقود هذا البلاد، وبسببه أول
ما قام به هو تعديل الدستور الجديد، وهذا الدستور جاء بالمحكمة الدستورية. على كل حال، اليوم نحتفل بالذكرى الأولى لهذه المؤسسة العريقة. اسمحوا لي أن أتوجه في البداية إلى مقام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باسمي الخاص، ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية، بجزيل الشكر والامتنان نظير كريم رعايته لهذا الحدث وحرصه الشديد على ترقية العدالة الدستورية في بلادنا وترسيخ قيم دولة الحق والقانون وسمو الدستور واحترام الحقوق والحريات. كما لا تفوتني هذه المناسبة لأرحب بضيوف الجزائر والمحكمة الدستورية وأصدقائها من المؤسسات النظيرة، وكذا بجميع إطارات الأمة والضيوف الحاضرين، ولأشكركم جميعاً على تشريفكم محفلنا هذا بالحضور والمشاركة. أيتها السيدات وأيها السادة، ها هي إذن سنة تنقضي منذ تنصيب المحكمة الدستورية الجزائرية، هذا الصرح القانوني الذي حق لنا أن نباهي به الأمم، والذي أصل لاستحداثه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور، إذ بادر السيد الرئيس بتعديل دستور زكاه شعبنا الأبي في افتتاح الفاتح من نوفمبر سنة 2020، مؤسساً بذلك لدستور يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازناً حقيقياً بين السلطات، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها. أخواتي إخواني، لقد حرص المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 على ضمان سمو الدستور وترقية مكانة القضاء الدستوري، مؤسساً محكمة دستورية بصلاحيات واسعة، واضعاً إياها في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وكذلك تفسير أحكام الدستور. وتتولى المحكمة الدستورية أيضاً الفصل بعد إختيارها وجوباً من قبل رئيس الجمهورية في مطابقة القوانين العضوية للدستور، والفصل في مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان. كما تتولى رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
كما جاء دستور سنة 2020 ليوسع آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية بالإضافة إلى الأحكام التشريعية، إذ يمكن اختارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور. أيتها السيدات أيها السادة، لقد حرصت المحكمة الدستورية منذ تنصيبها على وضع خارطة طريق لعملها. احتل النشاط العلمي مكانة محورية بين فصولها، وعلى هذا النهج أردنا أن نحتفل بالذكرى الأولى لتنصيب محكمتنا بتنظيم ملتقى علمي ببعد دولي حول موضوع حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة. يتناول بالتحليل والنقاش إشكالية كيفيات وصول المواطن إلى القضاء الدستوري بما يحفظ سمو الدستور ويساهم في مطابقة التشريعات والتنظيمات مع مقتضياته، وذلك من خلال استعراض آلية الدفع بعدم الدستورية وما يقابلها من آليات في التجارب المقارنة، وهو ما يسمح لمؤسستنا بالاحتكاك بممارسات أجنبية مع عرض خبرتها هي الأخرى في هذا المجال. إخواني أخواتي، ونحن نحتفي بالذكرى الأولى لتنصيب المحكمة الدستورية، أجد أن المناسبة مواتية لأن أستعرض أمامكم مجمل حصيلة عملها. فلقد أصدرت المحكمة منذ تنصيبها 34 قراراً في مجال الدفع بعدم الدستورية، وست قرارات بمناسبة المراقبة القبلية لأربعة قوانين عضوية، وأمراً واحداً وقانوناً واحداً. وقد جاء أول قراراتها في مجال الدفع بعدم الدستورية تاريخياً، صرحت بموجبه المحكمة الدستورية بدستورية المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، والتي تكفل للمحامي الحماية القانونية أثناء ممارسة حق الدفاع بشكل يجعله في منأى عن كل أشكال الضغط، وذلك حماية لمتطلبات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع المكفولين دستورياً. كما أعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة إليها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، وأصدرت كذلك 60 قراراً بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية للانتخابات، وقراراً واحداً يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. وعملت المحكمة الدستورية بتأني شديد على إعداد النصوص المتعلقة بها وبعملها، فكان أن أعدت نظامها الداخلي والنظام المحدد لقواعد عملها
وذلك بعد صدور القانون العضوي رقم 2216 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، والذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. وفي إطار علاقاتنا الدولية، شاركت المحكمة الدستورية في جميع التظاهرات المتعلقة بالعدالة الدستورية، نذكر منها الاحتفال بالذكرى 60 لإنشاء المحكمة الدستورية لجمهورية توكرا، واجتماع القاهرة 6 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية المنعقد بمدينة بالي الأندونيسية، أين حظيت المحكمة الدستورية الجزائرية بتزكية المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية النظيرة لتمثيلها على مستوى المكتب الدائم للمؤتمر العالمي. هذا، وستشارك المحكمة الدستورية خلال الأيام القليلة القادمة في المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات الدستورية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بمدينة إسطنبول بتركيا، بعد أن أسهمت المحكمة الدستورية الجزائرية بشكل فعال في وضع اللبنة الأولى لهذا الفضاء. وفي نفس السياق، بادرنا بالاتصال بمحاكم ومجالس دستورية صديقة من أجل التأسيس لعلاقات دائمة تستهدف تبادل الخبرات وأحسن الممارسات في مجال القضاء الدستوري. وأغتنم الفرصة هنا لأعبر لضيوفنا الأكارم عن استعدادنا التام لإقامة علاقات تعاون وتبادل التجارب والخبرات، وسعياً منها على الإسهام في نشر الثقافة الدستورية، عملت المحكمة الدستورية على المشاركة في عديد المناسبات الوطنية وعلى تنظيم ملتقيات وورشات ذات صلة بالعدالة الدستورية استهدفت مختلف فئات الجمهور بغرض تعريفهم بالمؤسسة ومختلف الأدوار التي تضطلع بها. كما عملنا على توطيد علاقات التعاون والتحاور والتبادل مع مختلف مؤسسات الجمهورية. أخواتي إخواني، ختاماً اسمحوا لي أن أجدد التعبير باسمي الخاص ونيابة عن أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها كافة عن خالص الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقاء تشريفه لنا برعاية الملتقى، ونظير ما يوليه من فائق العناية لمحكمتنا وعملها ونشاطها. كما أجدد الترحيب بكم وأعرب لكم جميعاً عن خالص الامتنان نظير تشريفكم لنا بالحضور، وأتمنى تمام التوفيق والسداد لملتقانا هذا الذي أعلن بصفة رسمية عن افتتاح أشغاله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. على كل حال، في الختام أشكر السيد ممثل رئيس الجمهورية السيد بوعلام بوعلام على تفضله حضور ملتقانا بهذه المناسبة وإلقاء كلمة السيد رئيس الجمهورية الذي منعته
الأشغال الكثيفة على حضور هذا الملتقى، وشكراً، ومرة أخرى مرحباً بكم وإلى اللقاء. مرحباً.